تتحاور مع بعضها. حتى الطرف الأممي لا يبدو أنه على نفس موجة التردد، لا يبدو أنه يخاطب المسؤولين اللاعبين الفاعلين الكبار في المشهد الليبي. لأنه المشكل الليبي ليس مشكل سياسي ظرفي، ليس هناك أزمة سياسية في ليبيا، المشكل الليبي أعمق بذلك بكثير، هو مشكلة الدولة. It's a problem of state. لأنه لما تدخل الناتو أزال في نفس الوقت حكومة القذافي ونظامه ودولته، على عكس مثلا مصر وتونس جاءت حكومات كثيرة ورؤساء دولة كثيرين، لكن الدولة بقيت سليمة. الدولة بالمفهوم الحديث، إذا استخدم مفهوم ماكس فيبر للدولة، هو احتكار العنف الشرعي المسلح. لا يجب أن توجد أي جهة مسلحة تنافس الدولة في هذا الاحتكار. بالتالي يجب أن يوجد جيش وطني واحد، أجهزة مخابرات مركزية واحدة، وأمن واحد. هذا لم يحدث في ليبيا منذ 2011. ثم شرعيات محلية متنافسة، مصراتة مجلس عسكري، دويلة للشرق كامل بكامله جهه تمتلك سلطه، ستراكشر، بنيه سلطه، طرابلس سلطه الى اخره. استاذ رياض، ما هو المتغير الجديد؟ هو قدوم غسان سلامه بمبادرته الجديده، خطه بدت وكانها واضحه المعالم، يعني لماذا لم يحدث تغييرا حتى الان؟ بالنسبة لي، وهذا قلت في كل المفاوضات التي حدثت في الصخيرات، في تونس، في الجزائر، في جنيف أكثر من مرة، المشكل الليبي بما أنه هيكلي فكل الحلول الترقيعية لن تؤدي إلى أي فائدة. بمعنى يجب أن نعود إلى المربع الأول، إلى نقطة الصفر، إلى 2011، أي إزالة كل مظاهر السلاح خارج الدولة. كل الميليشيات يجب أن تسلم سلاحها إما طوعا أو كرها، ثم مؤتمر وطني عام تشارك فيه القبائل الليبية والأحزاب وكل التنظيمات والمجتمع المدني، ويتفقون على صيغة توافقية، ثم فيما بعد تحدث الديمقراطية والانتخابات البرلمانية. طيب. أما دون جمع السلاح، أما بهذه الفوضى المسلحة، فلا يمكن الحديث عن حلول سياسية. جمع السلاح هو نقطة الانطلاق في رأي رياض.